ان هذا الاستجواب استجواب تاريخي، وسيكون عبارة عن كشف تسلل للمؤسسة التنفيذية، للسلطة التنفيذية والسلطة التشريعية امام الشعب الكويتي. اتمنى ان ايضا في المقابل ان لا يعمل بالظلام، ان يعمل بالنهار، يعمل بالوضوح، قضايانا واضحة. رسميا الوطني تضع الفهد في مقدمة صفوف المستجوبين بصحيفة ذات دفع رباعي وقودها التفريط بالمال العام والسير عكس اتجاه القوانين. بدأ العد العكسي في رحلة الاستعداد لجلسة المواجهة بعدما قدم النائبان مرزوق الغانم وعادل الصرعاوي صحيفة استجواب باسم كتلة العمل الوطني موجهة لنائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية الشيخ أحمد الفهد والمكونة من 4 محاور. من جهته أكد الفهد أنه سيواجه الاستجواب وفق الأطر القانونية والتشريعية والدستورية. ومن استجواب الوطني للفهد إلى آخر أعلن عنه النائب فيصل دويسان لوزير الإعلام الشيخ أحمد العبد الله على خلفية تجاوزات مالية وإدارية في وزارته. رباب بداح والتقرير التالي. نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية الشيخ أحمد الفهد إلى منصة الاستجواب في 5 أبريل. سيعتليها الفهد لأول مرة في جلسة لم يرضى المستجوبون إلا أن تكون علنية، فكانت إذن هي المنصة التي تنتظر اعتلاء الفهد لها لتفنيد محاور استجواب كتلة العمل الوطني التي أرادته استجوابا شاملا كاملا فيه إخفاقات وتجاوزات على القوانين يتحمل مسؤوليتها الوزير. بفضل الله ونيابة عن الأخوة أعضاء كتلة العمل الوطني، تقدمنا اليوم أنا وزميلي الأخ مرزوق الغانم باستجواب للاستناد للمادة 100 من الدستور إلى نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، وزير الدولة للشؤون التنمية الإدارية، ووزير الدولة للشؤون الإسكان. أنا حقيقة أحب أؤكد للأخ أحمد الفهد وأيضا للشعب الكويتي بأن احنا لا نعمل بالظلام، نحن اعتدنا على العمل بالوضوح وبالنهار، وبالتالي نتحمل كل إجراء أو كل موقف حنا نتبناه. ولذلك أتمنى أن أيضا في المقابل أن لا يعمل بالظلام، أن يعمل بالنهار، يعمل بالوضوح، قضايانا واضحة، قضايانا عادلة، قضايانا استنادا لما ورد في المذكرة التفسيرية هي من القضايا اللي كان لها صدى بالرأي العام، وهو اللي ترتكز عليها قضية المساءلة السياسية. النائب مرزوق الغانم بدوره دعا الفهد إلى عدم خلط الأوراق والاستعداد للمواجهة التي يحضر لها المستجوبون الوثائق والمستندات، محذرا من فتح باب الطرديات والتعيينات لدفع فواتير أصوات بعض النواب كرما لعيون الفهد، ومفندا في كلامه أيضا محاور الاستجواب 4. المحور الأول يتعلق بالتطاول على المال العام من واقع المناقصات الخاصة بمؤسسة الرعاية السكنية. المحور الثاني يتعلق بتسهيل الاستيلاء على المال العام من واقع عقد المجلس الأولمبي. المحور الثالث يتعلق بمخالفة القوانين الخاصة بالخطة الإنمائية وتضليل الرأي العام. أما المحور الرابع فهو يتعلق بمخالفة القوانين الرياضية وضياع هيبة الدولة والإضرار بسمعة الكويت خارجيا ومحاولة إيقاف النشاط الرياضي دوليا. وكل هذه القضايا الرئيسية لم يتم فيها أي إصلاح حتى تاريخ اليوم. نحذر ونتمنى على كافة الوزراء الابتعاد عن أي أمر من أمور الترضيات المعروفة في أوقات الاستجوابات، وخاصة وزارة الداخلية ووزارة الشؤون والأجهزة التابعة لها. نحن نعرف أن بهذا الاستجواب الموجه إلى الأخ الشيخ أحمد الفهد، وهو يملك من الإعلام ما يملك، ويملك من الصحافة ومن الكتاب ومن الجرائد الإلكترونية والكثير من الأمور. لذلك أتمنى من الجميع توخي الدقة ومحاولة استقصاء المعلومات الدقيقة من مصادرها. إن هذا الاستجواب استجواب تاريخي، وسيكون عبارة عن كشف تسلل للمؤسسة التنفيذية، للسلطة التنفيذية والسلطة التشريعية أمام الشعب الكويتي. سريعا وصلت تصريحات الغانم والصرعاوي إلى مسامع الفهد الذي خرج من الجلسة معلنا استعداده لمواجهة الاستجواب وفق الأطر القانونية والدستورية. استجواب
قائم قدم نحترمه ونحترم إطاره الدستوري والقانوني وسنتعامل معه من خلال هذا الإطار، ولا أعتقد هناك سرية لهذا الاستجواب، سيكون إن شاء الله استجواب علني. ومن استجواب كتلة العمل الوطني إلى استجواب خامس ولد اليوم، أعلن عنه النائب فيصل دويسان، وهو الموجه لوزير الإعلام لإخفاق الأخير في إدارة شؤون وزارته. فالنائب فيصل الدويسان أعلنها عبر الراي، صحيفة استجواب خامسة بدأ الأعداد لها اليوم، ستوجه حسب ما قال لوزير يحمي المفسدين في وزارة الإعلام. عبد الله وعدني بالإصلاحات ثم قلب ظهر المجن، علي أن يتحمل وزر ما فعله، علي أن يتحمل حمايته للمفسدين في وزارة الإعلام. الآن لن أتراجع قيد أنملة عن هذا الاستجواب حتى لو وعدني بإصلاحات. هو محور واحد، تجاوزات الإدارية والمالية في ديوان المحاسبة، وسوف أثبت ما أثبت ديوان المحاسبة، وعليه أن يتحمل وزير ذلك. وإلى جانب كتلة التنمية والإصلاح التي أعلنت تأييدها للاستجواب الوطني للفهد، انضمت كتلة العمل الشعبي إلى صفوف مؤيديه، حيث أعلن المتحدث باسمها النائب مسلم البراك عن دعم الشعبي للوطني في استجوابها، مؤكدا في تصريحه للراي أن الشعبي ستذهب في تأييدها لمساءلة الفهد سياسيا إلى أبعد مدى. كمبدأ عام أي استجواب احنا يعني مؤيدين له، بل احنا يعني قلنا ان في هذا الاستجواب المقدم ما عندنا اي مشكلة بان نذهب الى يعني خطوات متقدمة فيما يتعلق بهذا الموضوع، وسيتم اختيار النائب الذي سيتحدث مؤيد الاستجواب نيابة عن كتلة العمل الشعبي في الايام المقبلة باذن الله، وسيكون هناك اطلاع دقيق وتفصيلي على كل ما ورد في محاور الاستجاب، بل أننا يعني نقولها أيضا لا تستغربين إذ ذهبنا إلى خطوات متقدمة في هذا المجال. فإحنا يعني نتمنى أن يعني هذه الروحية تسود لكل أعضاء مجلس الأمة بالإيمان بالعمل الرقابي والذهاب به إلى بعد مدى.